بعيدا عن صيحات الموضة، تعد النظارات الشمسية عنصرا ضروريا لحماية العينين، فتأثير أشعة الشمس لا يقتصر على البشرة بل يؤثر في العيون أيضا، وقد يؤدي إلى فقدان البصر في الحالات القصوى. لذلك يلجأ البعض إلى استخدام النظارات الشمسية كونها تخفف من كمية الأشعة الواردة إلى العينين، في حين يختار البعض النظارات الشمسية التي تباع على الأرصفة بأسعار زهيدة، يلجأ البعض الآخر إلى النظارات التي تباع بأسعار باهظة. فكيف نختار النظارات الشمسية التي تحمي عيوننا من أشعة الشمس؟ glasses انه يكون فيها فلتر اللي هو UV protection، اللي هي المفروض تكون مكتوب عليه 100% UV protection، otherwise بغير طريقة هيدي ما بتكون عم تحمي، بتكون عم تضر العين أكثر. لازم تكون داخلها فلتر اللي هو UV protection، اللي هو الأهم، البي والأي، بس الأي هي الأهم، ومفروض يكون مكتوب ليبل عليها. لا تتمتع جميع النظارات الشمسية بمستوى الوقاية نفسه، فهناك نظارات تؤذي البصر وتهدد سلامة العينين، هي النظارات المزيفة أو غير الأصلية. sunglasses الفيك هي زجاج ما بتحمي من أشعة ما فوق البنفسجية، بتكون بتضر العين لأنه ورا هالزجاج بتكون حدقة العين موسعة لحد 4 ل 6 مليمتر، وبهالحالة بتكون عم بتدخل، مش عم تعمل بلوك، مش عم تمنع الأشعة فوق البنفسجية أن تفوت على العين، عم بتخليها تدخل بكمية أكبر، ما تكون مش لابسة sunglasses بتكون حدقة العين بحجم أصغر اللي هو 0.4 مليمتر، مشان هيك بتضر أكثر. سو ما في عنا يا حلين، يا ما بدنا نلبس نظارات شمسية ضرر أقل، أو بدنا نجيب sunglasses اللي هي محل موثوق مكتوب عليها UV 100% UV protection. فالنظارات الشمسية المزيفة لا تحمي العين من الأشعة ما فوق البنفسجية، بل تعرض عدسة العين والشبكية لكمية كبيرة من تلك الأشعة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الماء البيضاء وإلى خلل في الشبكية. لذلك يشدد الخبراء على التأكد من جودة النظارات قبل شرائها، كما ينصح بشراء نظارات شمسية كبيرة بإطار عريض على الجانبين لتحمي العيون والجفون معا، كما يجب التأكد من نقاوة العدسات وامتصاصها للأشعة ما فوق البنفسجية UVA و UVB. آسيا صفي الدين، العربية.